المغرب بلد غني بحضارته وعمق تاريخه، استوطنته أعراق متعددة ذات ثقافات مختلفة، بسمت تراثه على مستوى جميع أوجه مظاهر الحياة من عادات ولهجات ومعمار وفنون. وإذا كانت الموسيقى أحد هذه الأوجه التي تنبع من الإحساس الإنساني، فإنه يكفيك أن تجوب ربوع المملكة لتكتشف ما يزخر به هذا البلد من تنوع ألوانه الموسيقية، والتي وإن اختلفت في الإيقاع أو المقام أو حتى على مستوى الآلات الموسيقية أو الأداء، فإنها بالرغم من ذلك كله تبقى وليدة البلد الأم. وعديدة هي الأصناف الموسيقية الموجودة بالمغرب، كالفن الأمازيغي والأندلسي والملحون وفن العيطة والمرساوي وفن المطرز اليهودي والجناوي والموسيقى العصرية المغربية وأصناف أخرى. ونحن لسنا بصدد التطرق لكل هذه الأصناف الموسيقية، فذلك يحتاج إلى بحث معمق وإلى صفحات مطولة، ولكننا سنقتصر على الموسيقى الجناوية التي تشهد اليوم حضورا بدأ يستقطب بشكل متزايد محبين ومعجبين من جميع الفئات. ولإلقاء الضوء على هذا الفن كان لا بد لنا من العودة إلى جذوره الأفريقية التي بدأت في القرن الثاني عشر في بلدان حوض النيجر التي كانت جزءا من أمبراطورية غانا. لكن في القرن الخامس عشر في عهد أمبراطورية بامبارا، وبفضل تطور المبادلات التجارية عن طريق القوافل بين مراكش وتومبوكتو، دخل هذا الفن إلى المغرب كمرحلة أولى، تلته المرحلة الثانية بحرا في عهد السلطان محمد بن عبد الله بعد إحيائه لميناء موغادور لمدينة الصويرة. وقد كانت التجارة العالمية في ذلك الزمن تشمل تجارة العبيد الذي تعرض فيها سكان أفريقيا إلى أبشع استغلال لا إنساني، إذ كان يتم اختطافهم وتجميعهم في معتقلات جزيرة غوري بالسنغال، وعبر السفن يتم الإبحار بهم لبيعهم كرقيق إلى باقي المعمور. عبر العبيد عن معاناتهم وحنينهم إلى أوطانهم عبر الغناء بما تحمله موسيقاهم من طقوس ومعتقدات مريبة، لكنها بعد ذلك وجدت ضالتها في أجواء الزوايا ومواسم الأفرحة وقبور السادات والأولياء، فأوجدت لها موضع قدم من ضمن الفرق الصوفية كجلالة وعساوة وحماشة التي تتشارك معها في الطقوس والرقص والغناء، فتأثرت بذلك فأصبحت أغانيها بالدارجة المغربية يغلب عليها الطابع الإسلامي من ترضيد للهيللة والصلاة على النبي ومدح الصحابة الكرام. وهكذا اكتسبت هويتها المغربية الإسلامية الصوفية، واشتهرت فرقة جناوة بما يسمى بالليلة التي تقام لشفاء المرضى ولدفع النحس والطاقات السلبية كما يزعمون، ويحرص فيها جناوة على توفير كل متطلبات وشروط الملوك وتنفيذها بأدق تفاصيلها، وذلك بغية إرضائهم. فنجد من يتكلف بذلك امرأة يطلق عليها اسم المقدمة أو الطراحة، ويوكل إليها تنظيم الحفل بطقوسه الملزمة
من نوع الذبيحة ومن حليب وثمر وحناء وماء الزهر وسبع ألوان من البخور وسبع ألوان من الثوب تتوزع ألوانها على 10 مقامات أو محلات وهي محلة الأبيض والأسود والأزرق والأحمر والمبرقش والأخضر ثم الأصفر ويقوم عازف الهجهوج الملقب بالمعلم بدور المايسترو في كل المحلات فهو الخبير بما يلزم لكل واحدة منها من عزف وغناء يواكبه في ذلك فرقته بالقرقب وبالرد الجماعي ما يخلق جوا روحانيا يؤثر في المرضى ويدفع بهم للرقص العنيف وبعده الدخول فيما يسمى بالجدبة التي تنتهي في الغالب بالإغماء. ولتحديد نقطة انطلاق حاضر هذا الفن اتجهنا صوبا إلى رائد من رواده والذي لا زال يحتفظ في ذاكرته بمعلومات قيمة أماطت اللثام عن حقائق تؤرق لفن تقنويت في هذه المرحلة. إنه الفنان مجيد بقاس، خريج معهد علوم الإعلام وحاصل على دبلوم المعهد الموسيقي بالرباط. له أعمال فنية عديدة في التقنويت شارك بها في العديد من المهرجانات الوطنية والدولية، إلى جانب كبار فناني الجاز حصل على جوائز تقديرية دولية اعترافا له بإسهامته في التعريف بهذا الفن. الموسيقى القنوية بدأت في المغرب يعني منذ عهد قديم، ولكن في السبعينات كانت واحد البداية اللي بدينا كنشاهدوها كثيرة، خصوصا مع ظاهرة ناس الغيوان اللي هي اللي فتحت لنا المجال باش نتعرفوا على آلة القنبري اللي هو الآلة الرئيسية في الموسيقى القنوية بالفضل ديال عبد الرحمن باك الله يرحمه. وكانت هذه الحقبة هذه فريدة من نوعها، بحيث أن ناس الغيوان جاوا من المسرح وكانوا يعني ناس ديال الفن وحاولوا يمزجوا ما بين عدة أنماط موسيقية مغربية من ضمنهم تقنويت. وإذا كانت مجموعة ناس الغيوان قد جعلت من الهجهوج آلة رئيسية إلى جانب البانجو، فإنها بذلك قد أسست لفن جمع بين روح قناوة والتراث المغربي القديم. وبموازاة مع ذلك كان هناك من يشتغل على هذا الفن من منظور مختلف يعتمد في أساسه على موسيقى الجاز، إنه الفنان الأمريكي راندي ويستون. كان واحد السيد أمريكي جازمان حتى هو كان ساهم في هذه البداية هذه بالتعريف بالموسيقى القنوية، بحيث كان جاء لطنجة في 1967 راندي ويستون بيانيست الشاعر اللي معروف توفي لهذه شي عامين ولا 3 سنين الله يرحمه. كان الوالد ديالو كيقول ليه سير لإفريقيا تكتشف الجذور ديالك، هاد الموسيقى اللي كتلعب ماشي هي ديالك. مشى دار في إفريقيا كاملة، تنزل في لوبور ديال طنجة، سمع قناوة تما وشافهم بحال ولات واحد القصة ديال يعني بحال أن داكشي اللي كان تيقولو الوالد ديالو لقاه وتعرف عليه المعلم عبد الله القرد الله يطول عمره باقي راه باقي حي، هو اللي أسس جمعية دار قناوة وعرف بزاف بالتراث القناوي الموسيقي عبر العالم رفقة راندي ويستون. في 72 راندي ويستون تحول للرباط، جا للرباط سكن هنايا، تعرفوا عليه الموسيقيين اللي كانوا ديك الساعة هنايا في الرباط، كان توفيق ولد عمار كان بيانيست، وتعرف عليه الصحفي الشهير الله يرحمه سعيد فؤاد اللي كان تيدير أحسن برنامج ديال الجاز في الإذاعة المغربية. هاد الإخوان أسسوا واحد الفرقة ديك الوقيتة وسموها قنا، قنا هي قناوة نيو ويف، وكانت هذه هي البداية ديال التاريخ ديال التقنويت مع لافيزيون في المغرب. بعد راندي ويستون وفرقة قنا كان هناك ظهور لفنانين محليين ساهموا بدورهم في تطوير هذا الفن وإظهاره بحلة عصرية فأثرت بها موسيقى الجيل الحالي. من بعد ذاك شي جاءوا موسيقيين أخرين من ضمنهم عبدو ربيه في
التسعينات ربما كنظن بديت كنسجل في 88 في استوديو تافوك في تمارا معايا فيت الواحي. كانوا معايا نيت لي فرير سويسي، من بعد جا عصام، ومن بعد جا فارد السقلي، يعني الموسيقيين اللي كانوا متواجدين ديك الوقيته. درنا واحد التجربه، ايوا كانوا الاخوان اهرار تاهما في نفس الوقت كانوا كيوجدوا الالبوم ديالهم مع يونس ميغري، وهذه هي البدايه ديال هذا الموجه بالنسبه للتاريخ ديال الموجه القنويه هنا في المغرب. واستمرت المسيره الى ان جاء مهرجان الرباط سنة 1997 الذي كان بمثابة خطوة أسست لخلق مهرجان قناوة بالصويرة، وذلك سنة 1998. 1997 جمعت أنا قناوة المغرب كامل، جمعتهم هنا في الرباط في إطار مهرجان الرباط باليتازي. كان السي عبد الواحد عزري اللي كان مكلف مهرجان الرباط أنا ذاك، وكان قال لي ما كراش دير لي شي تصور شي حاجه جديده بغيتها في المهرجان الرباط. قلت له الامنيه ديالي نجمع قناوه كامله، وفعلا داكشي اللي كان. كانت واحد السهره هائله من شي 5 ولا 6 ديال الفروق، من ضمنهم حميد القصري اللي اول مره كان يطلع للخشب. النهار اللي غيدوز السهره جاوا من الصويره جوج ديال الاخوان، مدام جين لافليس انجليزيه، وهي من ضمن المؤسسين ديال جمعيه موكادور اللي نظموا المهرجان ديال الصغير. جات هي وعبد السلام علي كان المدير الفني لمهرجان قناوه لحد الساعه، باش في 98 بدا المهرجان ديال قناوه الرسمي في الصغير. هذا المهرجان عطى اشعاع كبير، هو اللي زاد عطى اشعاع كبير للتقناويات بكل صراحه، اللي ولات معروفه دابا في العالم كامل. وخير دليل هو ان العام اللي فات اليونسكو توجت الموسيقى القناوه كتراث غير مادي، هذا خير دليل. وفي الختام تكمن عناصر قوه الفن القناوي في غنائه الذي خرج من رحم المعاناه، وفي انغام الهجهوج الساحره، وفي خصوصيه القراقب والرد الجماعي، وهذا ما يجعله فنا مكتمل العناصر يحمل في جوهره سر التفاعل والانسجام مع جميع الأنماط الموسيقية العالمية الأخرى.